اهلا بيك في كرياتيف بيبو. انا هبه القناوي، وده المكان اللي هنتعلم فيه كل حاجه عن الجرافيك ديزاين ونشوف ازاي نستفيد منه ماديا. يلا بينا. بقالنا فتره بنسمع عن الذكاء الاصطناعي وعن قد ايه هو نينجا في نفسه وبيعمل كل حاجة وأي حاجة. طيب هل الذكاء الاصطناعي فعلا هياخد وظائف مصممين الجرافيكس؟ هل تعليم تصميم الجرافيكس حاليا وإحنا في 2024 مفيد لينا ولا خلاص ملوش لازمة؟ هو تقنيات الذكاء الاصطناعي بتساعدنا فعلا على إنجاز شغلنا بطريقة أسهل وأسرع، ولا الموضوع مش بالشكل الكبير ده؟ طيب إحنا ممكن نستغل مهارات الذكاء الاصطناعي في شغلنا كمصممين؟ علشان نجاوب على نقطة نقطة من الأسئلة دي، لازم نتطرق لتحليل عملية التصميم. التصميم في حد ذاته قائم على ذهن المصمم اللي بيوصل فكرة معينة من تصميمه لمجموعة من الناس، وده في حد ذاته بيحتاج إلى كم كبير جدا من العمليات الذهنية زي التحليل والتخطيط وبالنهاية التصميم. حاليا بعد الموجة الكبيرة الإعلامية اللي مركزة على الذكاء الاصطناعي الشبح في نفسه، نقدر نقول إن استحالة الآلة تنافس العقل البشري. الذكاء الاصطناعي محدود التفكير والتخيل في المطلق، ولكنه شاطر جدا في تنفيذ الأوامر اللي انت محددها له، وده أكبر دليل على إن الإنسان ما زال وسيبقى قائم على الأعمال من الأول للآخر. وكل تطبيقات الـ AI غرضها هي مساعدة الإنسان فقط لغير. طيب هنيجي لأهم حاجة، إزاي نستغل الذكاء الاصطناعي في شغلنا. أول حاجة هنحاول نصمم لوجو ونجيب الأفكار من A to Z من خلال الـ AI. يلا بينا. أول حاجة هنستخدم جوجل ترانسليت لو أنت أو أنتي اللي هو عندكم الإنجليش ضعيفة شوية. هنستخدم جوجل ترانسليت في ترجمة الكلام. هنكتب أعطيني 5 أفكار حول شعار سوبر ماركت مثلا. ناخد تكست كوبي، ندخل موقع شات جي بي تي، هنعمل بيست ونضغط انتر، هيدينا الأفكار. أنا بكتب بالإنجليش علشان الموقع بيفهم أحسن أو الـ AI عامة بيفهم أحسن بالإنجليش. لو إحنا بقى محتاجين نترجم عادي بنترجم التكست دي. أعطاني أهو أسماء لأفكار كتير لسوبر ماركت والكونسبت كمان بتاعها. اكتب له ترجم إلى العربية، هيترجم كل المعلومات دي. تمام، لو أنا عايزة أفهم يعني الإنجليش اللي فوق هيترجمه لي عادي. أعطيني أهو الفكرة، استخدم ألوان زاهية وطبيعية مثل الأخضر والأصفر وهكذا. يعني الأفكار برضو بتاعت الكونسبت اللي عطيها مش قد كده. احنا هنكتب حاجات تانية خالص من عندنا، احنا بس هناخد الاسم التجاري اللي احنا عايزين نعمله اللوجو. اوكي هنختار اسم، هنختار سانرايز سوبر مارت، يعني لذيذ. هناخده كوبي، كل اللينكات المواقع المستخدمة والأدوات دي هتلاقوها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بعد ما جبنا الأفكار هندخل على جوجل ترانسليت، هنكتب يعني كلمات مفتاحية بسيطة عن اللوجو اللي احنا عايزين نعمله. انا كتبت لوجو ديزاين مينيماليست بلاك اند وايت ايكون والاسم اللي احنا جبناه من شات جي بي تي.
اوكي هناخد دول كده كوبي وهندخل بالايدوجرام ونعمل جنريت. هنا طبعا الموديل موديل الاي اي اللي موجود في الويب سايت، الفيرجن القديم او الجديد، والمقاسات بالطول ولا مربع ولا بالعرض، والبرايفت او البابليك طبعا حاجة مش مهمة يعني. هنضغط جنريت وهننتظر بس 10 ثواني. هو دولت الشعرات اللي عملها، حلوة صراحة يعني، مش وحشة. ممكن نشتغل على ده، ونضغط على ده واللود من هنا. طبعا الصور بتاعت الموقع ايدوجرام ما بتبقاش فور ريزوليوشن، عشان نقدر نستخدمها في اي تصميم بعد كده محتاجين نتعامل مع موقع اي لاف ايميج. هنضغط على الاب سكيل ايميج سيلكت، اللوجو اهو اوبن، هنضغط على هنا 4x علشان يضاعف الريزوليوشن. تمام، هنقول له اب سكيل وداونلود. هنرجع تاني للموقع، نضغط بس على الايقون، هنجيب ريموف باك جراوند ونسلكت الايمج، لو نلاحظ هنا مش شايل كل الباك جراوند. هنلاقي هنا في حاجات، ودي مشكلة مع الباك جراوند الأبيض في الموقع ده، فهنستخدم الفوتوشوب. نعمل open with فوتوشوب، هنجيب الأداة دي الماجيك تول، ونعمل كنترول اكس. ونسلكت برضو الابيض اللي جوه الحروف دي، ونعمل كنترول اكس. تمام كده اللوجو عندنا اهو بقى بدون باك جراوند. ممكن نسيبه دلوقتي PNG. فن سيف. وكده اللوجو اهو.
ما تعبناش قوي فيه، يعني زي ما فهمتكم ان الـ AI مش هيشتغل لوحده، لازم تديله كل التفاصيل كلها، كل محتاج ديتيلز كتير جدا عشان يقدر يطلع لك نتيجة. وبرضو النتائج ما بتكونش يعني بيرفكت من اول مرة، يعني لازم تقعد تحاول كتير عقبال ما تطلع النتيجة اللي انت عايزها. حتى هنا انا لاحظت اهو مكتوب سوبر سمارت عامل دبل ام، ففي بيكون في اخطاء كتير محتاجة تتعدل طبعا احيانا يدوي، او تعدل التكست اللي انت مدخلها اساسا للاي اي. بكده اكون وصلت نهاية الفيديو، ما تنسوش دعم المحتوى بلايك، وندعي لاخواتنا في فلسطين. سلام.